كان في حوار ووجهنا دعوة للأخ العزيز سعد رميحي، كانت هناك مطالبات بوجود أخوي سعد رميحي أن يكون لدينا في الكويت، فدار حديث ما بيني وبين سعد رميحي. خلونا نشوف هذا التقرير وما دار ما بيني وبين سعد رميحي وراجعين لكم. والله نتكلم عن ابو محمد، ابو محمد يعني شخصيه يعني اكثر من رائعه. انا ابو محمد يمكن في لقائنا التلفزيوني الاخير اللي قعدنا فيه في الحلقه انبهرت بشخصيه ابو محمد بما يحمله من كاريزما، من حضور ذهني رائع لحفظه للتواريخ، لحفظه للاحداث الرياضيه. امانه وذهلت بحجم الثقافة اللي موجودة عند هذه الشخصية. أنا كنت أسمع عن سعد رميحي، كنا احنا مرتبطين يعني جيلنا في مجلة الصقر، فكنا نسمع بسعد رميحي، لكن لأول مرة أجلس مع أبو محمد أبهرت بهذه الشخصية، شخصية غير عادية. حرام هذه الشخصية احنا كإعلاميين ما نستثمرها حتى أن يكون هناك ارشيف للأجيال القادمة من خلال هذا الشخص. فهذه دعوة من خلالكم نوجهها لأبو محمد في الكويت قريبا لتسجيل نوعا ما سلسلة للكثير من الأحداث مع أبو محمد. فإن شاء الله أنا خذيت تقريبا شبه وعد منه إن شاء الله أنه يشرفنا في الكويت ويجينا إن شاء الله في الكويت. فأتمنى أن أبو محمد يقبل الدعوة إن شاء الله. لي الشرف والله يا أستاذ أحمد، أنت نجم كبير وشاب مبدع ومقدم برامج تعتبر في الصف الأول. لا حقا أنا ما أقولها مجاملة لك، والله أنا حضرت بمقابلات كثيرة لك، أنا معجب فيك واتمنى لك التوفيق. ما اعتقد انك احتليت منصب المدير بجداره واستحقاق، والله يوفقك ان شاء الله للامام، واي امر انت تقوله اي دعوه تعتبرها امر علي ان شاء الله يا ربي. ابو محمد سبب لي مشكله، احنا كان في عندنا تنسيق مع المشاهدين في الكويت، يعني في حصلت نقد كبير صراحه فيها في هذه الحلقه تحديدا. اي والله، بسبب انه كان في تنسيق مسبق مع رئيس الاتحاد العراقي انه يكون ايضا موجود، فتصادف في يوم حلقه ابو محمد، فكم يعني الزعل على احمد الفضلي انه المفروض ابو محمد يحتاج الى حلقات، يعني ما يصير انك يعني تجيبون حتى لو باللحظات الاخيره ضيف اخر، فحنا الارتباط شويه كان موجود فسبب لي نوعا ما من الحرج في اداره الحلقه، لكن احنا نوعد المشاهدين ان شاء الله انه يكون هناك سلسله حلقات مع ابو محمد ان شاء الله من خلال الكويت، وراح نوجه له ان شاء الله دعوه رسميه. لا والله انا حقيقه كان لي الشرف اني اكون مع الاستاذ عبد الخالق، هو رجل رياضي عريق والعراق دائما في القلب موجوده، وانا اشكرك انك جمعتني معاه وهذا شرف كبير لي انا. عسى الله يوفق يا رب ان شاء الله. لا الله يوفقك ووفقه ووفق الجميع ان شاء الله، وانا رهن خدمتكم ورهن اشارتكم ان شاء الله دائما.